بابا بابا، خصني 100 مليار. خدمو أول حاجة ما تجيب السهل، مكاش فينا الوار، احنا معانا دعوة الخير. ما تبدلناش والطيحة ما تخلعناش، ما تسقسينيش علاش. إذا سيداتي سادتي، حلم الشعب الجزائري هو الحصول على بيت وسيارة وحياة كريمة، يعني من ملبس ومأكل ومشرب. إذا سيداتي سادتي، هل تعتقدون أسعار البيوت والمنازل منذ حوالي أكثر من 60 سنة، يعني منذ الاستقلال، هل تعتقدون أن الراتب الذي يحصل عليه الموظف البسيط في الوظيفة العمومي ومقارنة بساعات العمل والمستوى المعيشي والحياة، يعني ومتطلبات الحياة، نهضروا غير على الضروريات فقط، هل تعتقدون، لكن نقول الضروريات يعني من المسكن ومن السيارة ومن الأكل والشرب والملبس، وكما درك نعرفوا الانترنت والهواتف اتسيتيرا، هل تعتقدون ان الراتب يكفي ويوفي، ولا المواطن المسكين راه عايش في دوامة موش عارفون يحط لاباي تاعو، لاباي اللي ولات تروح في نهار، يعني الراتب راه يروح في نهار. سيداتي سادتي، ما نهضروش على واش انا نديرو بيه، انا نشربو بيه القهوة، السكر، الزيت، ناكلو شوية سلطة، بطاطا مقلية فريت، شوية عجائن، سيم، كتر خير سيم وعمور، مغرف طعام، شوية سباكيتي، شوية مقارون، شوية بقول جافة، حتى البقول جافة راهي غلات على بعض العائلات، شوية عدس، شوية لوبيا، شوية وزاد الدينار نهار. اذا سيداتي سادتي، الى اين ورانا رايحين بهذا المستوى المعيشي المتدني، يعني اللي استوى فيه اللي قرا واللي ما قراش. يا كبشتي، انا بشتي هذا باه نشيل له حبه فرماج ولا شويه، تتطلب حسابات. كما انايا كمواطنه بسيطه، حلمي يكون عندي رانج روفر، نهدروش على جي كلاس، حلمي يكون عندي تاني ايفون، وفي النهار كي نخرج مثلا كي نروح للخدمة ونجي الجورني تاعي يكفيني، ايه وكان بغي نشري لبسة جديدة ولا قش جديد، يعني هذيك لاباي تاعي يحمر لي وجهي، فوالا تكفيني. اذا هذا فيديو كان فيديو عشوائي لنهار اليوم، اتمنى يكون نال اعجابكم، اعطوني رايكم في التعليقات، تفاعلوا شويه في القناه، زيدوا لي شويه في لي كومونتير وفي اللايكات باش ندير مدخول جديد، نضيفوا لاباي تاعي باش نعيش حياه احسن. وانتم ثاني ننصحكم افتحوا قنوات واشتغلوا، ديروا دائما عمل اضافي، لانه حاليا الوضع المعيشي حاليا حتى بالعمل الاضافي وما راحش يكفي. يلا ما نهدروش على الخرجات مع الاصدقاء والعرضات ويجيوك الضياف، ما نهدروش ونهدروش على كي يجيك عرس لازم تشري لبسه وتروح وتحضر، وما نهدروش على الله لا يبلي ويقدر كي في حاله المرض وهاد الامور اللي ممكن تصرى للانسان. الله يعافينا على كل حال، نهدي لنا الصحه والهنا. أيها، وشكرا على المشاهدة وإلى اللقاء.